قال الفنان حسن يوسف في تصريحاته: أنا خبر تجسيدي لشخصية البابا شنودة قديم جدا، ولا أعلم من أثاره مرة أخرى هذه الأيام. هل هناك فتنة طائفية مثلا؟ كان حسن يوسف أكد أنه يرحب جدا بتجسيد شخصية البابا شنودة، لأنه رجل له قيمة وقامة كبيرين. عشان يعرف مين الشيخ الشعراوي. وقال حسن يوسف في تصريحاته بعد تجسيدي لشخصية الشيخ الشعراوي في إمام الدعاء، كان وقتها من ضمن الأسئلة التي وجهت لي في الإعلام: هل لو عرض عليك دور البابا شنودة ستقبل؟ وكان ردي طبعا: البابا شنودة رجل ذو قيمة وقامة كبيرة، وهو من قال: مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن عاش فينا. وواصل يوسف بالتأكيد: أنا كفنان لي الشرف أن أجسد هذه الشخصية العظيمة، لكن لي وجهة نظر. أعتقد أنه لو تم تجسيد الشخصية ممثل قبطي سيعطي أحاسيس أكتر وأفضل مني، لأنه سيكون ملما بجميع الجوانب سواء الدينية أو الإنسانية. يذكر أن الفنان حسن يوسف جسد شخصية الشيخ الشعراوي بالمسلسل الديني إمام الدعاء الذي يتناول حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي. وعلى الجانب الآخر، اعترض الكاتبة فاطمة نعود على تجسيد الفنان حسن يوسف شخصية قداسة البابا شنودة، وكتبت نعود عبر تويتر: عمل فيلم عن تاريخ البابا شنودة خبر مبهج، وإن كنت أفضل أن يجسد شخصية قداسة البابا شنودة فنان بحجم ماجد الكدواني أو يحيى الفخراني، مع احترامي لتاريخ الفنان حسن يوسف. وما بين الاعتراض والقبول، فإن خبر تجسيد حسن يوسف لشخصية قداسة البابا شنودة هو خبر قديم ليس له أي صحة حاليا. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة معلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة. تابعوني.